طيب واحدة واحدة كده بالراحة، هو الاجتهاد عيب؟ لا الاجتهاد مش عيب، مش عيب خالص انك تجتهد، مش عيب خالص انك تحاول تجيب خبر، هي الشغلانة دي كده. لكن الأهم ان انا احاول اجيب خبر واسبق بيه ان انا اتحرى الدقة بالشكل المطلوب عشان لما اجي اقول خبر للناس الناس تصدقني، فده امر مهم جدا جدا جدا. هي الشغلانة دي لازم كلنا نحاول نجيب أخبار، لازم كلنا نحاول نجتهد، نتواصل مع المصادر، نحاول نخلق قضية نتكلم فيها، موضوع نعرضه على المشاهدين ونشوف آرائهم إيه وكلام من ده. لكن في نفس الوقت مهم جدا جدا إن لما أجيب خبر أتحرى الدقة بالشكل المظبوط وأقول للناس الحقيقة والواقع إيه. بالتحديد فيما يتعلق برمضان صبحي لاعب النادي الاهلي والساعات القليله الماضيه وكلام كتير جدا على تجدد اصابه اللاعب، وان رمضان صبحي كده جاله مزق تاني في العضله الخلفيه، ولما الكلام طلع يبقى معنى كده ان ايه، ان رمضان صبحي قعد مثلا 6 اسابيع فاتوا كده يبقى لسه 6 اسابيع جديده عشان رمضان صبحي يرجع الملعب. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي بالمره، غير حقيقي بالمره. الواقع ايه؟ الحقيقه ايه؟ ان رمضان صبحي خلال الفترة الحالية بينفذ المراحل الأخيرة أو بالتحديد المرحلة الأخيرة في برنامجه العلاجي. المرحلة الأخيرة دي هتنتهي إمتى؟ خلال 48 ساعة. يعني ممكن رمضان يشارك في التدريبات إمتى؟ لو الفريق يوم الجمعة مش أجازة هيشارك مع الفريق بداية من يوم السبت، أقصى تقدير يوم الأحد في التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي. وضحت؟ ده موضوع رمضان صبحي. زي ما بيقول لحضراتكم كده، القصة بسيطة خالص. البعض بيحاول يهول الامور. وبالمناسبه انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني في العضله، عضله لاعب عن لاعب بتختلف، كل انسان وعضلاته وبعض الامور الخاصه بالعلاج، مثلا لو هو مصاب باصابه معينه وكان من ده، في واحد بتتطور حالته بشكل سريع ويخف بسرعه، وفي واحد بياخد وقت شويه العضله بتاعته الاستجابه بتاعتها بتبقى يعني مش بالسرعه اللي ممكن يتوقعها البعض. هو كل بني ادم كده، يعني مش كل عضلتي مش زي عضلتك، يعني العضله الاماميه عندي مثلا مش زي العضله الاماميه عندك، العضله الخلفيه عندي مش زي العضله الخلفيه عندك، يعني فالموضوع بيختلف من بني ادم للتاني، ودي حاجه طبيه معروفه جدا. رمضان صبحي في تريث كبير وحرص في عوده اللاعب للمشاركه في المباريات. ليه؟ لان مركز رمضان بيتوجب في استخدام السرعات. لما بتلعب وينج مثلا السرعات بتبقى السمه الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندك. السبرنتات بتطلع بسرعه، كلام ترجع بسرعه، تدافع، كلام من ده. ففي المركز ده تحديدا لازم يبقى فيه تريث في العلاج وتريث في عوده اللاعب اللي بيشغل هذا المركز سواء بقى رمضان او غيره. بالاضافه طبعا لجزئيه العضله ومدى الاستجابه السريعه ليها من الاصابه. لكن فيما يتعلق برمضان، رمضان خلاص الموضوع قريب جدا، هيشارك في التدريبات الجماعيه ومن ثم مشاركته في المباريات، وفي الاخر كله ايه؟ طبقا لرؤيه مستر ريني فايلر المدير الفني، الرؤيه الفنيه. فنيا طبعا ما حدش يختلف على رمضان، يعني اكيد المدير الفني مستني رمضان يرجع عشان يلعبه، عشان يديله اضافه للفريق، احنا عارفين قيمه رمضان الفنيه يعني. لكن برضو اكيد في وجهه نظر يعني فنيه، لكن في نفس الوقت اول ما يخف هيكون موجود مع الفريق بشكل طبيعي. هيخف امتى؟ زي ما قلت لحضراتكم ايه، خلال 48 ساعه. الموضوع مش هياخد وقت كبير خالص، والاصابه ما رجعتش اطلاقا اطلاقا، الموضوع ده مش موجود يا جماعه خالص، ولازم نوضح لحضراتكم الجزئيه دي. بالنسبه بقى لرمضان صبحي نفسه هو بيفكر ازاي، هو عايز ايه؟ هو برده بيفكر في انه ما يتسرعش في العوده عشان لما يرجع الاصابه ما تجلوش تاني ويقعد فتره كبيره بعيد عن الملاعب. ليه؟ لان عنده اهداف متعدده في الحقيقه بالنسبه لرمضان صبحي. اهداف بتتمثل في المنافسات المختلفه مع النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، اهداف بتتعلق بالمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول كمان، والاثنين عندهم تحديات بدايه من المنتخب الاول في شهر مارس ومباراتي توجو في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، وبعد كده المنتخب الاولمبي طبعا وايه؟ والاولمبياد اللي هتكون في شهر 6. فبالتالي ده الموضوع كله بخصوص رمضان صبحي. نقفل الملف ده، مش هنتكلم فيه كتير، وهنتظر عودة اللاعب إن شاء الله خلال يومين ثلاثة بالكتير عشان يشارك في التدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات الجماعية. دي قصة رمضان. خلينا بقى إيه نتكلم على الأهم دلوقتي، والفريق بيستعد وبيختتم استعداداته من خلال مران اليوم تحديدا، المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي قبل مباراة بيراميدز غدا. هذه المباراة الهامة والمرتقبة بكل تأكيد. ليه؟ لأن يعتبر بيراميدز من الفرق الكبيرة
الناس كانت بتتخيل ان هم ممكن ينافسوا على بطوله الدوري السنه دي، مش ماشيين كويس قوي، لكن دايما مباريات الاهلي بالنسبه لاي فرقه بتبقى مباراه خارج الحسابات، بيبذل فيها اي لاعب كل جهده عشان يظهر بالشكل المميز. فرقه بيراميدز كمان عندهم العناصر اللي فيها خبرات كبيره، بيتميزوا بالخبرات الكبيره وقدرات مميزه ومدير فني مميز الكرواتي تشيرتشيتش، مدرب كويس جدا وليه سي في محترم في الحقيقه. فبالتالي مباراة صعبة الأهلي بيستعد ليها بكل قوة، على غرار أي مباراة الأهلي بيستعد ليها في الحقيقة، خصوصا الأهلي من خلال مباراة بيراميدز بيبتدي مرحلة جديدة جدا مليئة بالتحديات المختلفة واللي بيركز فيها الفريق بشكل كبير عشان ينجز مهامه. احنا عندنا مهام كتيرة جدا في بطولة الدوري، مباريات مصرية كلها تكسب إن شاء الله بإذن الله، بيراميدز تخش على طلائع الجيش، بعد كده تخش على المصري، وبعد كده تخش على الزمالك تمام في السوبر وفي الدوري، وتختم الشهر ده بمباراه ربع النهائي، مباراه الذهاب اللي هتكون في القاهره، لسه هنعرف الساعه 7 بالليل او 8 بالكثير كده، نعرف ايه مين الفريق اللي هنقابله يعني في دور ربع النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي هي احدى اهم المراحل بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم، هي مرحله شهر فبراير، والتركيز فيها كبير جدا جدا، والمسانده فيها مطلوبه ومؤكده من كل جماهير النادي الاهلي.